زوايا تئن من الفقد وأخرى تراكمت فيها جثث تحولت لعدو آخر يتربص بالغزيين. أشلاء متراكمة تحت الأنقاض وعلى جنبات الطرق لم تجد طريقها لدفن صحيح. تعفن وتحلل يسببان تلوثا ونقلا للبكتيريا والفيروسات، يعززهما انقطاع المياه والكهرباء وغيرها من أدوات الوقاية. تراكم الجثث دون دفنها بطريقة صحيحة قد يؤدي إلى تفشي الأمراض ويساهم في كوارث صحية وبيئية. انتظار لم يملوه، لكن المخاوف البيئية والصحية في القطاع تتزايد مع بدء موسم الأمطار واحتمالية حدوث فيضانات ترهق شبكة الصرف الصحي وتنشر الأمراض. القطاع مكتظ، يتكدس سكانه في الملاجئ. أكثر من 800 ألف نازح يقيمون في نحو 154 مركز إيواء تابعة للأونروا. هذا الاكتظاظ يشكل بيئة خصبة لأمراض الجهاز التنفسي الحادة والإسهال وأيضا الأمراض المعدية. التحامل على الغزيين أكمله فقدان الوقود الذي أدى إلى إغلاق محطات الصرف الصحي ومحطات تحلية المياه، ما حرم أكثر من 100 ألف شخص من المياه النظيفة وعرضهم للخطر. إسرائيل وافقت على الامتثال لطلب أمريكي يقضي بدخول ناقلتي وقود يوميا إلى غزة لتلبية احتياجات الأمم المتحدة بدعم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي شرط عدم وصولها إلى حركة حماس، إجراء تغذيه مخاوف من انتشار الأمراض في جميع أنحاء القطاع وإضرارها بالقوات الإسرائيلية هناك ثم انتشارها إلى الداخل الإسرائيلي، لا سيما أن وزارة الصحة الإسرائيلية حذرت من نتائج غير طبيعية أظهرتها فحوص ميكروبية لإمدادات المياه في حيفا الواقعة شمالا، مطالبة السكان بغلي المياه حتى إشعار آخر. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.